بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الطالبات، الحمد لله الذي قد أعطانا فرصة لنستمر دروسنا، والحمد لله لعل كنا في صحة وفي حفظة الله لتتبع الدروس، لتتبع الدرس، هذا الدرس. طيب أيها الطالبات، نواصل درسنا هذا اليوم. سنبحث التدريب الخامس، التدريب الخامس. اقرأ فقرة ثم أجب عن الأسئلة. اقرأ فقرة ثم أجب عن الأسئلة. ما معنى اقرأ؟ اقرأ، فهمتنا؟ طيب الفقرة، هذا فقرة، فقرة واحدة، هذه فقرة واحدة. ثم أجب عن الأسئلة. الفقرة هي جمع ماذا؟ الجملة مفيدة كثير، أكثر من واحد جملة المفيدة، أكثر من جملة واحدة. طيب نقرأ معا. عمر طيار، عمر طيار، درس الطيران في كلية الطيران، درس الطيران في كلية الطيران، وهو يعمل في شركة الطيران، وهو يعمل في شركة الطيران. يذهب عمر مبكرا إلى الشركة، يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا، يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا، وينتهي الساعة الواحدة ظهرا، وينتهي الساعة الواحدة ظهرا. يعمل عمر سبع ساعات في اليوم، ويعمل خمسة أيام في الأسبوع. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. طيب نعاعد، نعم، نقرأ مرة ثانية. عمر طيار، طيار، فهمتنا أن معنى الطيار، هذه ها هو الطيار، طيار، هو طيار، هذا عمر.
Umar tayyarun darasa darasa at-tayyarana fi kulliyati at-tayyarani. Unzurna ash-shakh ash-shakl min fi akhir al-kalimah darasa tayyarana fi kulliyati at-tayyarani. Wa huwa ya'malu fi shirkati at-tayyarani ya'mal fi shirkati at-tayyarani. يذهب عمر مبكرا إلى الشركة. يذهب عمر يذهب مبكرا إلى الشركة. يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا. ما شاء الله، هذا العمل يبدأ مبكرا. يبدأ العمل الساعة السادسة صباحا. وينتهي الساعة واحدة ظهرا. وينتهي الساعة الواحدة ظهرا. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. يعمل عمر 7 ساعات في اليوم. ويعمل 5 أيام في الأسبوع. ويعمل 5 أيام في الأسبوع. العطلة يوم الخميس ويوم الجمعة. عطلة للعمر يومين، يعني يوم الخميس ويوم الجمعة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. يذهب عمر إلى الشركة بالسيارة. طيب، بعد أن قرأنا بعد أن نقرأ بعد أن نقرأ هذه الفقرة فعلينا أن نجيب هذه الأسئلة. السؤال الأول: ما مهنة عمر؟ من منكن تعرف معنى من منكن تستطيعنا أن تجبنا هذا السؤال؟ ما مهنة عمر؟ ماذا درس عمر؟ هكذا. أين درس عمر؟ هكذا. أين يعمل؟ متى يذهب إلى الشركة؟ متى يبدأ العمل؟ متى ينتهي العمل؟ كم ساعة يعمل في اليوم؟ كم ساعة يعمل عمر؟ هذا ماذا نتكلم عن الأمر في هذا السؤال؟ يتكلم عن الأمر. كم يوما يعمل في الأسبوع؟ كم يوما يعمل في اليوم؟ وكم يوما يعمل في الأسبوع؟ متى العطلة؟ طيب، هذه الأسئلة عليكن أن تجبنا في بيوتكن، وأرسلنا الأجوبة إلى واتساب، عبر واتساب إلي. أرسلنا الأجوبة من هذه الأسئلة عبر واتساب إلي. فهمتنا؟ ini soal ini antum ni tugas bagi antum nine. Ini amna ambil tugas ya. Kalau ikuti pelajaran berarti bisa menjawab soal ini dan kirimkan ke ustaz. Ya, soal yang kemarin belum, maafkan ya, banyak yang belum ustaz periksa. Yang kemarin itu ya afwan, itu memang tugasnya sifatnya enggak wajib, memang ustaz bilang kan. Tetapi kalau dikerjakan alhamdulillah. Tapi yang soal yang kali ini ini sifatnya wajib. Soal ini sifatnya wajib, fardu ain. Masyaallah, maksudnya wajib atas diri masing-masing. Ya. Kerjakan tugas ini, kalau antum faham maka bapat jawabnya. Kalau tidak paham maka tidak apa-apa.
berarti nanti belum perlu belajar lagi, seperti itu. Jadi jangan menyontek, jangan minta tolong sama kawan, kerjakan sendiri, kerjakan jujur. Masya Allah, jujur ya. Ustaz harap antuna jujur, jujur ya, tidak nyontek ya, tidak kerjasama, kerjakan sendiri. Iya, taib. طيب نستمر الى تدريب الخامس نستمر الى تدريب الى تدريب الخامس اي التدريب السادس تدريب السادس اقرا فقره ثم اجب عن الاسئله نحن نجيب هذا معا نحن سنجيب هذه الاسئله معا فاطمه مدرسه في المرحله الابتدائيه فاطمه هذه فاطمه فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية تستيقظ الساعة الخامسة فجرا تستيقظ الساعة الخامسة فجرا وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا يبدو اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا يبدو اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا يبدو اليوم الدراسي الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا تدرس فاطمة خمس حصص في اليوم تدرس فاطمة خمس حصص في اليوم تدرس اللغة العربية والثقافة والثقافة الإسلامية والعلوم وتذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة وتقرأ كتابا أو صفيحة فهمتنا؟ نعاعد نقرأ مرة أخرى فاطمة مدرسة إذن فهنة فاطمة مدرسة فاطمة هي مدرسة مدرسة فاطمة مدرسة في المرحلة الابتدائية في المرحلة الابتدائية فهمتنا معنى المرحلة الابتدائية وأنتنا الآن في المرحلة الثانوية في المرحلة الثانوية نعم بعد الابتدائية مرحلة المتوسطة المرحلة المتوسطة ثم المرحلة الثانوية ثم المرحلة العالية ثم الجامعة كذا تستيقظ تستيقظ فالفاطمة تستيقظ ساعة الخامسة فجرا فن. طيب نستمر تستيقظ الساعة الخامسة فجرا في أي ساعة تستيقظ في أي ساعة تستيقظ فاطمة في الساعة الخامسة فجرا وتذهب إلى المدرسة الساعة السادسة صباحا وتذهب إلى المدرسة هذه ما شاء الله مبكرا يذهب سريعا جدا تذهب إلى المدرسة ساعة السادسة صباحا ويبدأ يوم الدراسي الساعة السابعة صباحا يبدأ يوم الدراسي يبدأ في الساعة السابعة صباحا يبدأ يوم الدراسي الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا ساعة الثانية عشرة الثانية عشر ظهرا تدرس فاطمة خمس حصص فاطمة تدرس خمس حصص في اليوم خمس حصص في اليوم تدرس اللغة العربية وهي
تدرس المادة اللغة العربية والثقافة الإسلامية، ثقافة الإسلامية والعلوم. نعم، هي تدرس ثلاث مادات. نعم، تذهب فاطمة إلى الاستراحة إلى المكتبة. تذهب فاطمة في الاستراحة، عند الاستراحة تذهب فاطمة إلى المكتبة وتقرأ كتابا أو صفيحة، ثم تقرأ كتابا أو صفيحة. طيب، نجيب معا هذه الأسئلة، نجيب معا. ما مهنة فاطمة؟ ما مهنة؟ نجد الجواب من الفقرة، الجواب الصحيحة: مهنة فاطمة مدرسة. فاطمة هي مدرسة. نعم، ما مهنة فاطمة؟ مدرسة. فاطمة مدرسة. طيب، في أي مرحلة تدرس؟ هي الجواب: تدرس فاطمة في المرحلة الابتدائية. تدرس فاطمة في المرحلة الابتدائية. متى فاطمة تستيقظ من النوم؟ في الساعة الخامسة فجرا. نعم، الصبح. بمعنى إن إذا اللغة العربية الإندونيسي، المعنى بلغة الإندونيسي الصبح فجرا. أما صباح هذا بعد الصبح فجرا، وفجرا والصباح هذا باجي. فهمتنا؟ طيب، متى تستيقظ من النوم؟ تستيقظ الساعة الخامسة فجرا. طيب، رقم الأربعة: متى تذهب إلى المدرسة؟ في الساعة السادسة صباحا. نعم، متى تذهب إلى المدرسة؟ في الساعة السادسة صباحا. طيب، نستمر. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ نعم، يبدو. هي تذهب إلى المدرسة في الساعة السادسة، ويبدأ يوم الدراسي في الساعة السابعة. ما شاء الله، يبدأ يوم الدراسي في الساعة السابعة صباحا. في الساعة السابعة صباحا. متى ينتهي الساعة الثانية عشرة ظهرا. كم هذا؟ قبل وقت الظهر. ينتهي يوم الدراسي في الساعة الثانية عشرة ظهرا. طيب، كم حصة تدرس فاطمة في اليوم؟ تدرس فاطمة في اليوم خمس حصص.
خمسة حصصين. طيب ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ ماذا تدرس؟ ماذا تدرس الفاطمة؟ هكذا. ماذا تدرس؟ تدرس اللغة العربية. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم الثقافة الإسلامية. ثم ماذا؟ ثم العلوم. إذن فاطمة تدرس ثلاثة مادات. طيب ماذا تدرس؟ تدرس ثلاثة مادات وهي اللغة العربية ثم الثقافة الإسلامية ثم العلوم. طيب أين تذهب في الاستراحة؟ أين تذهب فاطمة في الاستراحة؟ عند الاستراحة أين تذهب تذهب فاطمة؟ عندما حان وقت الاستراحة أين تذهب فاطمة؟ تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة. تذهب فاطمة في الاستراحة إلى المكتبة. إلى المكتبة. إذن فاطمة هي ماذا؟ هي تحب القراءة، تحب القراءة كتب، الكتب، قراءة الكتب وقراءة الصفيحة. هذا هي تحب العلم هكذا. لذلك هي عندما عنده وقت فرصة خالية تذهب إلى المكتبة. عندما وجدت وقت ماذا؟ وجدت فرصة خالية تذهب إلى المكتبة. هذه ماذا؟ جيدة. هذه مدرسة جيدة نشيطة. نعم. لماذا؟ لأنها ماذا؟ تقضي اليوم بعمل جيد، بعمل نشيط. نعم. بعمل مفيد. نعم. هكذا. ماذا تفعل في المكتبة؟ طبعا ماذا تفعل في المكتبة؟ فهمتنا؟ إذا أنتن تذهبن إلى المكتبة وماذا تفعلن؟ ماذا تفعلتن؟ وماذا تفعلن في المكتبة؟ ماذا تفعلن في المكتبة؟ طبعا القراءة. تقرأن الكتاب، تقرأن الكتب، أو تقرأن الصفيحة هكذا. لأن المكتبة مكان للكتب، لتبحثن الكتاب والكتب الصفيحة هكذا. نعم. هذا المكتبة مكان للكتب كثيرة. طيب طيب خلاص. هذا قد درسنا في هذه الفرصة. قد بحثنا عن فهم المقروء. هذا نحن نمارس نفسنا في ندرب نفسنا في فهم المقروء. طيب في اللغة العربية فيها أربع مهارات. الأول مهارة القراءة، ثم مهارة الكتابة، ثم مهارة الاستماع. نعم. مهارة الاستماع، مهارة السمع. نعم. ثم مهارة الكتابة، قراءة، كتابة، ومهارة الكلام. مهارة الكلام. هذا كان أربع مهارات. وهذا مهارة القراءة. مهارة القراءة فيها مهارة القراءة ومهارة
نعم مهارة القراءة فيه هذا مهارة القراءة نحن هذا مهارة القراءة والفهم والفهم عليك أنتن تمارس تقرأ هذه هذه الفقرة هذه الفقرة فقرة ثم تفهمين ماذا معنى من هذه الفقرة هكذا نمارسنا في هذه المهارة خلاص إن شاء الله في أسبوع الماضي في أسبوع القادم نحن سنتعلم سندرس عن مهارة الكتابة عن مهارة الكتابة هذا سنبحث في أسبوع القادم إن ليس أسبوع القادم ولكن في يوم الجمعة إن شاء الله هذا سنبحث إن شاء الله في هذا الأسبوع في هذا الأسبوع ولكن في يوم الجمعة في يوم الجمعة هذا سنبحث في يوم الجمعة إن شاء الله طيب إلى هنا إنكم إذا كنا السؤال إذا عند كنا الأسئلة السؤال أرسل السؤال عبر واتساب إلي عبر السؤال إلي عبر واتساب kalau ada pertanyaan kirim pertanyaannya kalau Ustaz lewat WhatsApp ya kalau Ustaz sempat ya Ustaz sempatkanlah ini insyaallah lah nanti ya Ustaz mulai cek lagi WhatsApp karena masyaallah ya tugas kerjaan itu masyaallah banyak sekali makanya banyak juga yang tak terkerjakan masyaallah ya tadi Ustaz kasih tugas ini ya. Ini tugasnya Ustaz nilai sebagai nilai tambahan ya, tambahan. Ini sebagai nilai tambahan. Ini maharatul apa ini? Ini masuk ke kita pokoknya belajar bahasa Arab ini enggak lepas dari empat aspek itu. Kemahiran ya, mahir dalam mendengar, mahir dalam membaca, mahir menulis, mahir apa lagi? Mendengar, membaca, menulis, menyimak. Ya, memahami ya. Jadi ini yang soal ini kemahiran termasuk dalam mahir membaca. Ya, mahir membaca. Kemudian masuk juga di sini kemahiran dalam memahami ya sini kan baca kita kalau baca ya bisa baca aja cuman paham apa enggak kan gitu ya paham apa enggak baca sekedar baca ya enggak ada gunanya baca tapi paham itu yang berguna seperti itu ya ya dibaca kemudian dipahami dicari arti kalau antuna rajin saja masya Allah ya mau rajin belajar mau tahu istilahnya enggak cepat bosan aduh insyaallah sebentar saja antuna bisa berbahasa Arab karena bahasa Arab ini sangat mudah bahasa tulisannya begitu kita baca tinggal cari artinya mudah sekali dan kita hari-hari berbahasa Arab kita sholat bahasa Arab pulang rumah bahasa Arab di rumah pun banyak kita bahasa Indonesia ini banyak kali kosakata bahasa Arab kursi itu bahasa Arab iya kursi itu bahasa Arab banyak lagi bahasa Arab lagi ya nah, yang kita di hari-hari kita bahasa Arab banyak sekali ya طيب نختتم لقاءنا هذا بدعاء كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته